السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا أولاد هنتعرف على السيتوسكيلتون أوف ذا سيل. الأي إل أوز بتاعتي إن أعرف يعني إيه سيتوسكيلتون، إن أنا أعرف أعمل ديسكريبشن إلي إم أو مايكرو تيوبيول والستراكشر أو مايكرو تيوبيول كورليشن بتوين ستراكشر أند فانكشن. السيتوسكيلتون بتاعي بيتكون من المايكرو تيوبيولز والفيلمنت. الفيلمنت دي فيها منها سمول فيلمنت أو سين وسيكو انترميديت فيلمنت، هنعرف كل حاجة في وقتها. المايكروتوبيولز دي السايز بتاعها 25 نانومتر، السين فيلمنت اللي هي الاكتين 7 نانومتر، وفي انترميديت فيلمنت وفي سيك فيلمنت. المايكروتوبيولز ده نون ممبرينس اورجانيل، باللايت مايكروسكوب مش هقدر اشوفه بالاتش ان دي اي، محتاج سبيشال فلوريسنت تكنيك. السايز او الدايمتر بتاعه حوالي 25 نانومتر. الاي ام بالاي ام هم شكلهم سيركولر ان دايمتر، خلاص سيركولر ان كروس سيكشن، يعني كروس سيكشن بيبانوا سيركولر، وعندها فيكسد دايمتر، مقاسها الدايمتر بتاعها ثابت. طب لونجيتودنال سيكشن بتبان ستريت سيلندريكال تيوبس، كويس. طيب التيوب دي لها فاريبل لينس، ادي ستريت سيلندريكال تيوب. طب التيوب دي معموله من ايه؟ معموله من حاجه اسمها بروتو فيلمنت، 13 من البروتو فيلمنت. تاني بقى الاي ام شكلها ايه؟ شكلها ستريت سيلندريكال تيوب ويز فاريبل لينس، طولها مش ثابت. كل تيوب من دول مكونه من ايه؟ 13 من ده اللي هو مين؟ البروتو فيلمنت. يبقى بروتو فيلمنت جنب بعض جنب بعض جنب بعض 13 واحد زي دول يعملوا لي مين؟ يعملوا لي المايكروتوبيول. طب يطلع ايه بقى البروتو فيلمنت؟ مكون من وحده صغيره كده اسمها تيوبيولين. التيوبيولين ده بروتين، التيوبيولين ده في الفا وفي بيتا سب يونت. تاني يبقى هي شكلها كروس سيكشن راوندد لونجيتودنال سيكشن سيلندريكال، والوول بتاع السلندر مكون من 13 بروتو فيلمنت. كل واحد البروتو فيلمنت الواحده دي مكونه من ايه؟ مكونه من حاجات صغيره، الحاجات الصغيره اسمها ايه؟ الفا اند بيتا تيوبيولين سب يونت، يعني ده اسمه تيوبيولين اه معمول من سب يونت الفا وبيتا. طيب التيوبيولين سب يونت دي عشان تتجمع وتعمل مايكرو تيوبيول، مين اللي بيوجهها؟ حاجه اسمها مايكرو تيوبيولر اورجانيزنج سنتر. دي موجوده فين؟ موجوده في السنتروزوم اللي هو الحته اللي حوالين السنتريول، وايه كمان؟ وفي البيزال بادي اللي حوالين البيزال بادي، لان البيزال بادي جاي من السنتريول. طيب كل مايكرو تيوبيول عندهم بلس او جروينج اند، وعندهم ماينس اند، جروينج اند وماينس اند. المايكروتوبيولز يا ولاد بتبقى فيها او ماسك فيها اسوشيتد بموتور بروتينز، تمام. الموتور بروتينز دي في عندي حاجه اسمها كاينيزين وفي حاجه اسمها داينين، كاينيزين وداينين. الكاينيزين ده دايركت الموفمنت اوف فيزيكال اند اورجانيلز توورد ذا بلس اند اوف ذا مايكروتوبيول. مش حتى فقنا المايكروتوبيول عندها بلس او جروينج اند وعندها ماينس اند، تمام. اللي ماسك في البلس اند بروتين موتور بروتين اسمه كاينزين، ده بيعمل ايه؟ بيساعد ان الفيزيكال والاورجانيلز دايركتد توورد ذا بلس اند، خلاص. طيب امال الداينين؟ الداينين ده برضو موتور بروتين موجود عند الماينس اند، بيساعد ان الفيزيكال والاورجانيلز تروح لمين؟ للماينس اند. الفانكشن بتاعت المايكروتوبيولز، المايكروتوبيولز بتعمل سبورت للسيل. بصوا يا ولاد شكلها اهو، المايكروتوبيولز بتعمل ايه؟ سبورت للسيل، عشان هي جزء من السيتوسكيلتون بتعمل سيل سبورت، بتحافظ على سبيسيفيك شيب للسيل. بالمايكروتوبيول بتدخل في الفورميشن اوف انذر ستراكشر زي السنتريول والسيليا والفلاجيلا، كمان بتساعد على الموفمنت اوف ماكرو موليكيولز او فيزيكلز اند او اند اورجانيلز. ويعني مهم قوي الحكايه دي، وكمان بيشارك في الفورميشن اوف ميتوتيك سبندل. يبقى انا عندي كام فانكشن دلوقتي؟ بتعمل سبورت، بتحافظ على سبيسيفيك شيب للسيل، بتدخل في الفورميشن اوف سنتريول وسيليا وفلاجيلا، بتساعد على الموفمنت اوف ماكرو موليكيولز وفيزيكال اورجانيلز جوه السيتوبلازم، وبتساعد على الميتوتيك سبندل فورميشن. طيب ايه الاستراكشر اللي ريليتد للمايكروتوبيول او ببساطه اللي داخل في عمايلها او تصنيعها؟ المايكروتوبيول عندك السنتريول والسيليا والفلاجيلا والميتوتيك سبندل. ايه السنتريول بقى؟ السنتريول ده نون ممبرينس سيل اورجانيلز، شكلهم سيلندريكال ستراكشر،
طيب حجمهم قد ايه؟ 2 من 10 مايكرومتر ان دايمتر ونص مايكرومتر اللينسي. بس السنتريول ده حاجه داخل في تكوينها الايه؟ المايكرو تيوبيول، وهو واحد من نون ممبرين السيل اورجانيل. تعالوا نتفرج عليه باللايت مايكروسكوب. النون ديفايدنج سيل البير اوف سنتريول موجود نير النيوكليس، كويس، ان ان اريا كولد سنتروزوم. تاني النون ديفايدنج سيل يعني السيل مش في حاله ديفيجن. انا هقدر اشوف السنتريول، ايوه اشوف منه اتنين اهي، بير اوف سنتريول. البير اوف سنتريول دول موجود جنب النيوكليس في حته اسمها السنتروزوم. السنتروزوم ده جزء من السيتوبلازم اللي بيتكون منه المايكروتوبيول. طيب النمبر بتاع السنتريول، انا عندي تو سنتريول بيبقوا موجودين بيربنديكولار تو اتش اذر، والسنتريول بيحصل له دوبليكيشن امتى؟ في الاس ستيج. يا ترى ايه هي الاي ام بيكتشر بتاعت السنتريول؟ السنتريول يا اولاد شكله في الاي ام هولو سيلندريكال ستراكشر، هولو سيلندريكال ستراكشر، كويس. بيتكون من كم مايكروتوبيول بقى؟ بيتكون من 27 مايكروتوبيول، عنده 27 مايكروتوبيول. مرصوصين ازاي ال 27 مايكروتوبيول؟ كل ثلاثه ماسكين في بعض، عاملين حاجه اسمها تريبلت، كل ثلاثه ماسكين في بعض عاملين حاجه اسمها تريبلت، وهكذا. يبقى انا عندي كام ثلاثات؟ يبقى كل واحد كده ثلاثات ثلاثات ثلاثات، وما 27 يبقى انا عندي 9 تريبلت. تمام، يبقى انا عندي هي 27 مايكروتوبيول، خلاص. ال 27 دول ارينجد على شكل 9 تريبلتس، 9 تريبلتس، خلاص. يعني ايه تريبلت؟ يعني 3 مايكروتوبيول. يبقى انا عندي كل 3 مايكروتوبيول لازقين في بعض عاملين تريبلت، وبعدين التريبلت ده متكرر كم مره؟ 9 مرات، بنقول عليه 3 في 9، يبقى دي ال 27 مايكروتوبيول. يا ترى بقى يا اولاد ايه هو الفانكشن بتاع السنتريول؟ ايه الفانكشن بتاعته؟ ان هو بيعمل حاجه اسمها البيزال بادي اوساسيليا اند فلاجيل. يعني لولا السنتريول ما كانش بقى عندي سيليا وفلاجيل، ماشي. السنتريول اللي في السنتروزوم ده المايكروتوبيول اورجنايزنج سنتر. طيب مش اتفقنا الاريا حوالين السنتريول هو ده المكان اللي بيتكون منه المايكروتوبيول، يبقى اسمه المايكروتوبيولار اورجنايزنج سنتر. طيب هي كمان السايت اوف فورميشن اوف مايتوتيك سبندل، من مكان السنتريول بيطلع لي مايتوتيك سبندل في الديفايدنج سيل. طيب السيليا، ايه حكايه السيليا؟ برضو نون ممبرين السيل اورجانيل. باللايت مايكروسكوب هشوفها، هشوفها ازاي؟ على شكل هير لايك بروسيس. باللايت مايكروسكوب اهي هير لايك بروسيس، تمام. النمبر هندردز هندردز. طيب ليه كل سيليا معمول من ايه؟ من ثلاث اجزاء، حاجه اسمها بيزال بادي. البيزال بادي ده بلوز سيل سيرفيس، الشافت هو المين بارت بتاع الايه؟ السيل. وفي حاجه اسمها الروتلت، الروتلت دي الحاجه اللي بتثبت السيليا دي في ايه؟ في السيتوبلازم. يبقى انا عندي بيزال بادي وروتلت وشافت. البيزال بادي ده فين بقى؟ تحت السيل سيرفيس، كويس. جاي منين؟ جاي من السنتريول، تمام. ادي شكل البيزال بادي اهو، تمام كده. هنا يا اولاد في دياجرام بيبين شكل السيليا بالتي اس وبالال اس، هناخد الاستراكشر بتاعها بالتفصيل دلوقتي. تاني حاجة يا ولاد الروتلت، احنا قلنا البيزال بادي اللي هو ده اللي تحت السيل سيرفيس عبارة عن سنتريول بالظبط اللي هو 3 في 9. بعد كده عندي ايه؟ في حاجة تحت كده بتثبت بقى، بتعمل فيكسيشن اوف بيزال بادي تو ذا اندرلاينج سيتوبلازم، ده اسمه الروتلت. المين استراكشر بتاع السيليا هو الشافت. الشافت ده بيتكون من ايه؟ لو بصينا عليه تي اس كده هلاقيه بيتكون من 9 بريفرال دبلت. يبقى انا عندي دول دبلت، دبلت يعني اتنين بس مش ثلاثة، ولو شفت كام دبلت عدهم الاقيهم 9، يبقى 9 بريفرال دبلت. طب وفي النص عندي 2 سنترال سنجلت. ليه بقى؟ هو سنجلت عشان كل واحد لوحده مش مرتبطين ببعض زي الدبلت. عندي 2 سنجلت وعندي 9 دبلت، خلاص كده. طيب كلهم متغطين بايه بقى في الاخر؟ ببلازما ممبرين. كل 2 سنترال سنجلت، كل 2 سنترال سنجلت من المايكروتوبيولز عندهم 13 بروتو فيلمنت وسراوندد بايه؟ بسنترال شيس. طيب كل واحد من البريفرال دبلت دول اللي احنا بصينا عليهم وتعلمناهم معمول من ايه بقى؟ البريفرال دبلت ده معمول من 2 سب يونت، واحد اسمه ايه وواحد اسمه بي. بيطلع لي بقى من السيرفيس اوف مايكروتوبيول ايه؟ بيطلع لي بيرز اوف ارمز، كويس، معموله من بروتين اسمه داينين. الداينين ده بيعمل ايه؟ عنده اي تي بيز اكتيفيتي، اي تي بيز اكتيفيتي.
يا ترى ايه الفانكشن بتاعت السيليا؟ زي ما احنا شايفين كده، السيليا دي بتعمل سويبنج للفلويد من السيرفيس اوف ذا سيل شيت ان وان دايركشن. السيليا دايما يا اولاد بتتحرك في وان دايركشن، وده بيساعدها على انها تعمل سويبنج، تكنس كده اي فورين بارتكلز وتطردها بره، يبقى سويبنج فلويد، بتحرك الفلويد في اتجاه واحد برضو، يبقى سويبنج اوف فلويد فروم ذا سيرفيس اوف ذا سيل شيت ان وان دايركشن. طيب بعض السيلز عندها سنجل سيليوم، مش اللي هو كتير 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 هندرد زي ما قلنا، لا عندها سنجل سيليوم. السنجل سيليوم ده بتعمل ايه؟ بيرسبشن اوف ستيمولاي زي الرودز اند كونز، اللي هو ايه، موجودين فين دول؟ موجودين في الاي. طب الفلاجيلا، فلاجيلا شبه السيليا بالظبط، نفس الاستراكشر، بيزل بادي وروتلت وشافت بالظبط بالظبط، لكن في فروقات، انها دايما سنجل. احنا قلنا قبل كده ان السيليا هندردز على السيرفس بتاع السل، لا دي سنجل ولونجر، الفلاجيلا اطول ومش موجوده في الهيومن غير في خليه واحده بس اللي هي السبرماتوزو. طب ايه الفانكشن؟ دي بتساعد على الموفمنت اوف سبيرم. طيب الكلينيكال ابلكيشن بقى بتاعي الاموتايل سيليا سيندروم. ايه حكايه الاموتايل سيليا سيندروم او الكارتاجنر سيندروم؟ لو السيليا بتاعتي مش بتتحرك، فيها مشكله، فبالتالي مش بتقدر تعمل موفمنت ولا سويب ان وان دايركشن، بيبقى الناس دي عندها حاجه اسمها اموتايل سيليا سيندروم او كارتاجنر سيندروم. طيب بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ريسبيراتوري تراكت انفكشن، ما هي السيليا موجوده في الريسبيراتوري سيستم وتطرد اي فورين بارتكل توز اوتسايد. طب لو ما فيش اللي بتطرد، هيحصل ريسبيراتوري تراكت انفكشن. ايه كمان؟ هيحصل انفرتيليتي. ليه بقى انفرتيليتي؟ علشان السبيرمز التيل بتاعها عباره عن فلاجيلا، والفلاجيلا دي بتتحرك بتعمل موفمنت زي السيليا بالظبط. طب لو ما فيش موفمنت، يعني في مشكله برضو في الموفمنت، هيحصل انفرتيليتي. يبقى الكارتاجنر اسمه اموتايل سيليا سندروم، كل السيليا بتاعت البادي ده مش بتتحرك، وبالتالي هيحصل مانيفستيشن زي الريسبيراتوري تراكت انفكشن والانفرتيليتي. ثانك يو.